القارة الجزائرية تتغنى بكنوزها، ثروات ما تزال تنبض فيها أرض الجزائر بصحاريها وسهولها وبرها ومائها وسمائها، ثروات أحدثت ثورة في عالم الطاقة وغيرت خارطة توزعها العالمية. فالعيون اليوم تتوجه نحو الشمال الجزائري، هنا حيث يقبع منجم ممتدا على مساحة 234 هكتار وباحتياطي قابل للاستغلال يقدر بعشرات ملايين الأطنان. المنجم الذي بات متأهبا للافتتاح ولتدفق كنوزه نحو الجزائريين، منجم وادي أميزور الجزائري، إليكم حكايته الكاملة. لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. 22 سبتمبر 2023، صدر المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 23/320 حاملا توقيع المسؤول الأول عن الحكومة الجزائرية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. المرسوم الذي تحدث عن منجم وادي أميزور والمنفعة العمومية للخطوة المتعلقة بإنجاز منشآت الطاقة والثروات الباطنية. وقد أشار المرسوم إلى أهمية هذا المشروع في قطاعي الطاقة والاقتصاد الجزائري على السواء، وذلك لما يحتويه من مواد منجمية أساسية أهمها الزنك والرصاص. وقد تحدث المرسوم عن أهمية المنجم على الصعيدين الداخلي والخارجي. فما هي تفاصيل هذا المشروع؟ منجم كبير تبلغ مساحته 243 هكتارا، يقع في إقليمي بلدتي أميزور وتالا حمزة بولاية بجاية، ويعد مكمنا للزنك والرصاص، كما تقدر تكلفة استثماره ب$400 مليون، ما يجعله ضمن المناجم العشرة الأولى في العالم لإنتاج الزنك والرصاص. كما كشفت الدراسات المنجزة عن المشروع أن الاحتياطات المتوفرة هنا تقدر ب$54 مليون، منها 34 مليون خام اقتصادي موجه للإنتاج، يمنح البلاد 170,000 طن من الزنك المركز و 130,000 طن من الرصاص المركز. الأرقام التي تشير بل وتؤكد بحسب الخبراء أن استغلال منجم وادي أميزور سيسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وتنمية الاقتصاد في المنطقة، إضافة إلى تمركز الجزائر على المستوى الدولي في إنتاج مادة الزنك، خاصة أنه مطلوب بكثرة في العديد من أنواع الصناعات الفريدة والمطلوبة، مثل الصناعات الميكانيكية والترصيص وصناعة البطاريات، الميزات التي تجعل أسعار الزنك في ارتفاع دائم، حيث وصلت تقديراته الأخيرة إلى $2400 للطن، بينما بلغ سعر طن الرصاص $2200. الأسعار التي يؤكد الخبراء أنها متجهة نحو الارتفاع أكثر شيئاً مع ارتفاع الطلب على هاتين المادتين. شراكة جزائرية أسترالية. المنجم الجزائري المرتقب يتم العمل فيه ضمن شراكة جزائرية مع واحدة من أضخم الشركات الأسترالية في مجال التعدين والتنقيب، وهي شركة ويسترن ميديتيرينان الأسترالية التي يديرها باقة من الجيولوجيين المخضرمين في مجال التعدين، حيث عمل مدير الشركة الجديد في شركة بريطانية لمدة 18 عاما قبل أن يتم تعيينه مديرا لويسترن ميديتيرينان، الشركة التي تعمل على تطوير منجم وادي أميزور الواقع على بعد 12 كيلومترا من بجاية. بدأت في حفر 24 حفرة، وأعلنت أنه من المقرر الانتهاء من دراسات الأعمال بحلول نهاية ديسمبر 2023، ومن المقرر أن ينتقل ممثل الشركة إلى مكاتب جديدة، إذ يتمركز الفريق حاليا في موقعين، أحدهما فندق كريستال في بجاية قرب موقع التنقيب، المبنى المخصص الذي تم تشييده حديثا ويضم مساحات مكتبية ومرافق لتسجيل البيانات الخاصة بالعينات الصخرية المستخرجة أثناء عمليات الحفر. كذلك ستتم زيادة العدد الإجمالي لحظائر قطع الأشجار من 2 حاليتين إلى 4. شركة التعدين الأسترالية تيرامان
تمتلك حصة 65% من المنجم، بينما تمتلك شركة التعدين الحكومية الجزائرية 32%، وشركة التنقيب المملوكة للدولة تمتلك الحصة الباقية. من فترة قريبة غادر المدير العام السابق للشركة بالقاسم الطواهري مع انتهاء عقده في نهاية أكتوبر 2022. بعدها تولى إدارة الشركة بالإنابة كيفن موريارتي، كما تم تعيين دومينيك بيترانز مديراً فنياً للشركة، وهو جيولوجي يتمتع بخبرة واسعة في إدارة برامج الحفر في أماكن أخرى في أفريقيا. انضم إليها قادماً من منظمة الإغاثة الدولية الصليب الأحمر، حيث كان يعمل في برامج التنقيب عن المياه. تتطلع الشركة الأسترالية دائماً إلى تجديد وتحسين كادرها، وتسعى اليوم إلى توظيف مدير يتولى المسؤولية الشاملة عن مشروع منجم وادي أميزور، حيث سيسافر المعين الجديد بين الجزائر وأستراليا ليقوم بالتنسيق بين فرق المشروع. يقول أندرو روبرتسون المدير العام للعمليات في الشركة: لم نحدد ما إذا كان هذا سيكون تعييناً محلياً أم دولياً، نحن نتطلع لتوظيف أفضل شخص. التعدين في الجزائر. تمتد الجزائر على مساحة 2,382,000 كيلومتر مربع، تزخر باحتياطيات معدنية كبيرة، حيث أتاحت المنخفضات الجيولوجية واسعة النطاق تكوين المعادن التي جعلت الجزائر ضمن الدول الكبرى التي تمتلك احتياطات ضخمة في التعدين. وقبل عامين تحديداً في سبتمبر 2021، أعلنت الحكومة الجزائرية إطلاق خطة استراتيجية محكمة لقطاع التعدين، التي وصفتها بأنها جزء من خطة أساسية وضعت لتنويع الاقتصاد الوطني، حيث يتم تطوير العديد من المشروعات تحتل بعضها قائمة الأولوية قصيرة المدى، في مقدمتها منجم غار جبيلات، منجم وادي أميزور، ومنجم تالا حمزة. المراقبون من حول العالم قالوا إن صناعة التعدين باتت تسهم بشكل فعال في التنمية الإقليمية، إذ بنيت مدن بأكملها مثل جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وبوتي في الولايات المتحدة، وبروكن هيل في أستراليا، وسودبيري في كندا، وكيرونا في السويد، وروروس في النرويج. جميعها بنيت ونمت وازدهرت من خلال اعتمادها على صناعة التعدين، التي باتت الجزائر تتميز بها في الآونة الأخيرة، حيث تدعم التنويع الاقتصادي في البلاد الذي يعتمد بصفة رئيسية على صادرات النفط والغاز، إذ يحتل قطاع المحروقات مكانة بارزة في موازين الاقتصاد الكلي الرئيسية، ما يجعل الاقتصاد الجزائري معتمداً على تطور أسعار النفط الخام. ففي سياستها القائمة على تنويع النشاط الاقتصادي، تعيد الجزائر إطلاق قطاع التعدين الذي كان يحتل مكانة هزيلة في الناتج القومي، معتمدة على تنشيط عميق وتعاون دولي للاستفادة من التطور التكنولوجي. مخطط ضخم لقطاع المناجم وضعته السلطات الجزائرية، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هذا القطاع ورقة رابحة لدعم الاقتصاد الجزائري وتحريره، خاصة بعد أن كشفت عديد دراسات احتياطيات ضخمة ومتنوعة من الثروات المعدنية تضم الحديد والفوسفات والزنك والرصاص والذهب والأتربة النادرة. وعدا عن المناجم، يتم بناء مصانع للحديد تبلغ طاقة أحدها 500,000 طن، كما تم رسم مخطط للصعود في الإنتاج من إبشار جنوباً نحو ولايات النعامة وسعيدة والبيض شمالاً، في خطة تنشد أن يصل إنتاج الحديد عام 2040 قرابة 25 مليون طن، إذ يجزم المسؤولون الجزائريون أن الجزائر قادرة في الظرف الراهن على رفع وتيرة الاستكشاف والتنقيب عن ثروات الحديد والفوسفات على المدى القريب، وتطوير نسبة استخراجها واستغلالها. كذلك يؤكدون أن البلد شمال الأفريقي قادر على تطوير استغلال المعادن الدقيقة التي تحتاج للتكنولوجيات الحديثة والرقمنة والإعلام الآلي مثل القصدير والفولفرام. فمن منجم وادي أميزور إلى غيره من المناجم والمعامل، بدأ النهوض بقطاع المناجم الجزائري بقوة وثبات،
النهضة التي يؤكد أصحابها أنها ستغير خارطة صناعة التعدين العالمية جذريا وتلبسها هوية جزائرية. فهل ترى أن منجم وادي أميزور قادر على تحقيق هذه المعادلة؟ وهل تتوقع أن يحدث الثورة التي يتوقعها القائمون عليه بالفعل؟ أخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس.